اول ما سمعت اغنيه التتر قلبت وشك عشان اسمي كتير بيتقال في الاغنيه. لا لا، عشان اغنيه رقيقه رقيقه. مش عاجباك اول ما دخل التتر لقيتك رحت قلب وشك كده. لا بركز بس في الكلمات كويسه بجد. مش انا اللي كاتباها على فكره، ده حد مدياني هديه يعني. لذيذة. يعني داخله لذيذه مش بتقول حقيقه. قلبت وشك والله. قلت ايه يعني؟ عايز تقول لي ايه المتكبره دي اللي حاطه اسمها كل دقيقه في الاغنيه؟ لا انت نار على انا حاسه بالنرجسيه يعني. انت نار على العالم يعني. شكرا قوي.